الحقيقة في نظري أن هذا الاتصال هو يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها العاصمة العمانية وأيضا العاصمة البريطانية من أجل تقريب الأفرقاء بين الأخوة الأشقاء في الأزمة اليمنية التي تلامس الآن عامها السادس ولا يلوح في الأفق أي حل سياسي يمكن اليمنيين من استعادة دولتهم، وأيضا نفاذ أيضا خيارات الحل العسكري الذي يعني طال أيضا مداه، ثم بعثرت أيضا بعض المواقف التي ظهرت هنا وهناك. في نظري أن أيضا يدعم هذا الاتصال ربما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، وهي الجهود المستمرة في المبعوث الثالث مارتن جريفيث الذي زار عمان حقيقة لعدة مرات، منها يعني زيارات معلنة ومنها زيارات أيضا في إطار التشاور مع المسؤولين العمانيين. في نظري هذا الاتصال يأتي في إطار استطلاع بعض المواقف للأطراف اليمنية حول إمكانية العودة إلى طاولة الحوار وإمكانية أيضا الاستعداد لبعض التنازلات من أجل أن يبقى اليمن موحدا خلال المرحلة المقبلة من خلال حكومة منتخبة يرتضيها الجميع. وهذا هو الذي سعت له ليس فقط سلطنة عمان وإنما العديد من العواصم التي ترغب في أن يستعيد اليمن السلام والأمن والاستقرار والتنمية والتطوير خلال الفترة المقبلة. ليس من المقبول الآن أن يبقى اليمن هكذا يعاني من تضاعف في الكثير من يعني المسارات التي يحتاجها، سواء كانت الاقتصادية التي تراجعت والصحية والاجتماعية والتجارية والاستثمارية، وأيضا مستقبل اليمن بشكل عام يحتاج أيضا كل هذا إلى إمكانية أن يعود الجميع إلى تلك الطاولة التي أيضا طالب بها السلطان هيثم وقبله السلطان قابوس في محاولة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، لأنه لم يعد مقبولا ليس فقط لليمنيين وإنما لدول المنطقة وخاصة دول الجزيرة العربية السبع